كلها سلاما سلاما بننعيه ونتقدم إلى الشعب الكويتي الشقيق بخالص العزاء، وإن شاء الله ربنا يعوضكم فيه خير بإذن الله. النهاردة في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان تم توقيع الحكومة الانتقالية السودانية مع تحالف الجبهة الثورية اتفاق نهائي للسلام الشامل في حضور دولي وإفريقي ومحلي بعد مفاوضات استمرت سنة كاملة. كان في حضور مصري مثله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووفد مصري رفيع، ووقع على الاتفاق باعتبار مصر شاهد وضامن للاتفاقية. وكالة الأنباء السودانية قالت الجبهة الثورية ومكوناتها هي تحالف من الجبهة الثورية وبتضم قوى مسلحة من دارفور وحركة تحرير السودان بقيادة منى أركو مناوي وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان والمجلس الانتقالي بقيادة الهادي إدريس يحيى، وهو اللي يرأس تنظيم الجبهة الثورية حاليا. التحالف بيضم الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار اللي تفاوضت عن منطقتين اللي هم النيل الأزرق وجنوب كردفان، وتنظيم حركة كوش النوبية وهي اللي فاوضت باسم شمال السودان، وتيارات داخل الجبهة الثورية بتمثل شرق ووسط وشمال السودان. عايز أقف عند دور مصر في تحقيق السلام في جنوب السودان، وأقول إن مصر دعمت الاتفاق ده، وكان للرئيس عبد الفتاح السيسي دور مؤثر في توقيع اتفاقية السلام اللي كان واضح جدا مارس اللي فات وقت الإعلان عن تفاصيل اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من سيلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان. كان فيها إشادة بدور مصر في تقريب وجهات النظر. السودان شمالا وجنوبا أمن قومي لمصر وأشقاء، وبالتالي مصر وجنوب السودان بتربطهم علاقات متميزة من وقت انفصال الجنوب. وفي ديسمبر 2019 كان في وفد برلماني مصري برئاسة رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال في زيارة لجوبا لتأكيد دعم مصر للاتفاق سياسيا ودبلوماسيا ولوجستيا، مساندة مصر لتحقيق التنمية للأشقاء في السودان. في 2018 مصر وقعت مع جنوب السودان بروتوكول إنشاء لأكبر منطقة صناعية مصرية في جوبا على مساحة 116 كيلو. ده شغل الدول اللي ليها نظرة استراتيجية خارجية تأمن نفسها وتأمن جيرانها، ودي دول السلام اللي قادتها بيدعو لنشر السلام في كل الأرض بعيدا عن أي منازعات. النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي ألقى كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الحفل المبهج، تعالوا نسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أنقل إليكم تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وتهنئته ومباركته بمناسبة التوقيع النهائي على اتفاق السلام الشامل بين الحكومة الانتقالية في السودان والحركات المسلحة السودانية، الاتفاق الذي يشير إلى بداية عصر جديد للسودان الشقيق يملأه الأمل في الاستقرار والرخاء. وتقدر مصر الجهود الجادة والحميدة التي قامت بها دولة جنوب السودان الشقيقة منذ انطلاق منبر جوبا التفاوضي وحتى اليوم الذي يتوج بتوقيع اتفاق السلام النهائي. ولطالما دعمت مصر منذ البداية هذا المنبر، بل أعدت وشاركت في التأسيس له بدعوة الأشقاء في الحركات المسلحة السودانية لترتيب أوضاعهم ولتأكيد النية على تحقيق السلام في مؤتمر العين السخنة عام 2019. السيدات والسادة الحضور، اسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة لكي أؤكد على قناعة مصر بأن تنفيذ الاتفاق الشامل للسلام في السودان
يعد أكثر أهمية من التوقيع عليه، ونشير في هذا الصدد إلى ما يحمله ذلك من التزامات سياسية واقتصادية وتنموية وأمنية واجتماعية تحتم على الأطراف الموقعة كافة، بل تفرض على كافة الحريصين على مصالح السودان في المجتمعين الإقليمي والدولي بذل كل جهد ممكن دعما لاستحقاقات ما بعد السلام. تحقيق السلام في السودان وفي جنوب السودان أمر مهم جدا وأمر استراتيجي بالنسبة لمصر ولباقي دول الجوار، وعبال ما يتحقق السلام في ليبيا الجارة، وعبال ما يتحقق السلام في باقي البلدان العربية وباقي البلدان الإفريقية، مجهود كبير قوي مطلوب الفترة اللي جاية، ومطلوب نوايا مخلصة، ومطلوب ان يبقى فيه وقفة كده، وقفة رجالة نبقى واقفينها قدام القوى الخارجية اللي بتسعى انها تخلي المنطقة دي طول الوقت قاعدة وكأنها على او في رمال متحركة. نزاعات بتحصل وخناقات بتحصل، ولما كلمة نزاعات دي بتيجي في بالي خلال الاسبوع اللي عدى فيا ده بتمر كده قدام عينيا وفي ذهني على طول الولايات المتحدة الامريكية والانتخابات الامريكية اللي دلوقتي بقت يعني سخنة جدا والعالم كله في وسط مشاغله بيتابعها. الانتخابات الامريكية يا حضرات بقت بجد سخنة وفيها تطورات الحقيقة كتير، وبقت تربة خصبة للتوقع.